بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله بنتكلم في الحبليات ونتكلم في البتروميزون. على البتروميزون نبدأ نتكلم في الأجهزة والجهاز الهضمي. الجهاز الحقيقة في البتروميزون أول حاجة يقع فتحة الفم طبعا في قاعة تجويف الفم زي ما قلنا، ومن التجويف الفمي إلى الأنبوبتين، يتقسم إلى أنبوبتين. الأنبوبة الأولانية هيبقى اسمها طبعا هي الظهرية، و اللي هي بتوصلك للمريء، والأنبوبة البطنية اللي هي البلعوم أو تسمى الأنبوبة التنفسية الريسبيراتوري تيوب، وساعات بيسموها البرانكيا الباسكت اللي هي سلة الخياشيم، وتغلق بالنقاب ويحمل اللوامس الايه النقابيه، والتي تمنع طبعا دخول المواد الضاره الى الاعضاء التنفسيه وهي مغلقه من الخلف. يعني لو انا ببص على الرسمه كده هتلاقيها عامل كده بالشكل كده، انبوبه بالشكل ده كده، وانبوبه عامله كده. الانبوبه دي مغلقه وعليها هنا ايه نقاب كده ويحمل اللوامس الايه النقابيه، وده الانبوبه التنفسيه اللي فيها 1 2 3 4 5 6 7 أنبوبة مغلقة من الخلف مفتوحة من الأمام عليها نقاب يحمل لوامس نقابية، دي الأنبوبة التنفسية. على الناحية الظهرية هتلاقي فيه الأنبوبة الظهرية، هتلاقي فيها اللي هي قلنا عليها البلعوم، والمريء على طول يطلع لنهاية القناة الهضمية، ده تجويف الإيه الفم. طبعا ده المريء اللي احنا قلنا على طول اللي هو الناحية الظهرية اهو، الناحية الظهرية يبقى فيه المريء، والمريء للمعدة، والمعدة للأمعاء، ده تميز بوجود الصمام اللولبي أو الحلزون سبيرال فالف، ده حاجة مهمة جدا هتلاقيها بعد كده برضو موجودة في الدوج فيش. أول مرة تلاقي كلمة سبيرال فالف تلاقيها في الأمعاء بتاعة الإيه البتروميزون، وهتلاقيها كمان في الدوج فيش. بعد كده هيبقى فيه الريكتم المستقيم اللي بيفتح في الآخر خالص طبعا بالإنس أو فتحة الاست، فتحة مستقلة في نهاية القناة الهضمية. بالإضافة للأنبوبة اللي احنا شفناها دي هيبقى فيه زوجين من الغدد اللعابين مهمين جدا في اللي موجودين في العضلات تحت الايه البلعوم، تفتح بيه قناة لعابية تحت اللسان، واللعاب ده مهم جدا ليه؟ لأنه بيمنع تجلط الدم الفرائس التي تتغذى عليها البتروميزون. الكبد عبارة عن فصين لا توجد حويصلة صفراوية ولا يوجد مجرى صفراء، توجد الحويصلة الصفراوية فقط في اليرقة بتاعة البتروميزون، ويوجد البنكرياس على هيئة كتل في الكبد، فما فيش بنكرياس لحاله، لكن في البنكرياس اللي بيسموه الكبد البنكرياسي، وده برضه موجود في سمكة الايه التليبيا، سمكة الايه البلطي. لا يوجد ايه طحال، لا يوجد طحال. ده الشكل المبسط للقناة الهضمية والجهاز الهضمي، أدى التجويف القمع الفمي، وده تجويف الفم أو تجويف الفم الموجود ده، وهنا الفم. الفم ده هيديك إيه؟ تجويف فمي، وهيديك إيه؟ أنبوبتين. اتقسم لأنبوبتين، الأنبوبة الظهرية هنا تبقى المريء، والأنبوبة البطنية هيبقى فيه اللي هو الإيه؟ القناة أو الأنبوبة التنفسية أو البرانكيال باسكت، اللي بيفتح فيها 7 فتحات خرشوميه، والبلعوم يعني هيبقى في عندك النقاب وفي اللوامس النقابيه قلنا عشان ايه تعمل عمليه فلتريشن للميه عشان تدخل بس الايه السوائل او السائل الشفاف او الرائق يعني. بعد كده طبعا الميه بتدخل من الناحيه دي تعدي على الفتحات الخرشوميه، يحصل تبادل غازات تخرج ايه الى خارج الايه الجسم. طيب بعد كده المريء هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى المعده، يعني غير واضحه بدرجه كافيه. بعد كده هيبقى في الامعاء، والامعاء بيبقى تتميز بوجود السبايرال فالف او الصمام اللولبي او الحلزوني الموجود بالشكل ده. بعد كده في المستقيم اللي بيفتح فتحه خاصه اللي هي ايه؟ فتحه الاست لحالها. بعد كده قلنا في الكبد عباره عن فصين من الكبد، وهيبقى فيه منتشر ما فيش فيه قناة صفراوية وما فيش حويصلة صفراوية، المحصلة الصفراوية موجودة بس في الطور الايه اليرقي. بعد كده هتلاقي فيه البنكرياس عبارة عن جيوب بالشكل ده، حويصلة بنكرياسية موجودة في البنكرياس، عشان كده لو اقول لك في البنكرياس ما فيش بنكرياس عضو كعضو كده مستقل، لكن في كبدي بنكرياس.
بعد كده في الغدد التانية المهمة برضو غير الكبد والبنكرياس، يبقى في الغدد اللعابية، قلنا دول زوجين من الغدد اللعابية موجودين في العضلات تحت البلعوم، بتفرق تحت اللسان وبتفرز الايه، بتفتح في تحت اللسان، بتفتح تحت اللسان عشان تطلع الايه اللعاب اللي يحتوي على مادة مانعة للتجلط. ده باختصار الجهاز الهضمي في البيتروميزون. ده برضو شكل ايه اوضح شوية، يوضح لك ده الأسنان وده اللي قلنا عليه الحلمات الثقل بتلزق على الجسم، وده الجزء الأمامي المتجول الفمي ينقسم إلى جزئين. هيبقى عندك إيه المجرى اللي هو الظهري والمجرى البطني. المجرى البطني ده في النقاب وفي اللوامس النقابية. طيب بعد كده هتلاقي في المنطقة دي اللي هي فيها البرانكيال باسكت أو السلة الخيشومية، تبقى غضروفية زي ما بقول كده، ويبقى فيها فتحات ايه الخيشومية مقفولة من الخلف، وبعد كده البلعوم هيطلع على طول على نهاية الايه المريء، على نهاية الايه على نهايته، يبقى يتحول يبقى معدة، وبعد كده يبقى فيه أمعاء اللي تتميز بالصمام اللولبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.